حق غيري ان هو يقرر مصيره. النهارده هحكي لكم حكايه بنت. البنت دي من الصعيد، وكعاده بعض اهل الصعيد في التعامل مع بناتهم، البنت ملهاش غير بيتها وجوزها. بس البنت دي كانت مختلفه، كان عندها حلم، كان عندها حلم وكانت مصممه ان هي تحققه مهما كانت الظروف الاجتماعيه اللي بتواجهها، مهما كانت الحاجات اللي وراها، مهما كان شغل البيت اللي مطلوب منها تعمله. البنت دي صممت تكمل تعليمها، وعلى الرغم من ان هي انفرض عليها تدخل صنايع، اصرت وقاومت وكافحت لغايه ما دخلت ثانوي وقدرت ان هي تدخل الجامعه بعدها. البنت دي النهارده في كليه لغات وترجمه عشان توصل لحلمها ان هي تدخل مترجمه. البنت دي هي مجرد مثال عن بنات كتير جدا محرومين من حق التعليم، محرومين من حق في التعبير في تحقيق مصيرهم او تقرير مصيرهم، محرومين من الحق في الحلم. هي قدرت تاخد حقها ونفسها ان كل البنات اللي زيها ياخدوا حقهم.